وسهلا بحضراتكم. جالي سؤال في كومنت من احد المتابعين الغاليين عليا، بيقول لي ازاي اقول لقد خيبت ظني. ردا على السؤال ده احنا ممكن نقول بطريقتين. الطريقة الاولانية ممكن نقول you let me down. You let me down. You let me down. You let me down. The only Well, I trusted you when you let me down. وممكن اقوله بطريقة تانية. You have disappointed me. وممكن نختصرها You've disappointed me. 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 But you've disappointed me, Bates. أتمنى أكون إجابة السؤال واضحة دلوقتي وفيها إفادة للجميع. خالص تحياتي.